نبدأ حلقتنا من السعودية، وإعلان شرطة الرياض القبض على ممدوح الشمري الملقب بالمنسدح والمشهور بألفاظ وعبارات مسيئة نشرها على تطبيقي سناب شات وإنستغرام. وبحسب بيان الشرطة، فقد تم إشعار فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بحسب المتهم حسب الاختصاص. هذه ليست المرة الأولى التي تلاحق السلطات السعودية مسيئين عبر مواقع التواصل، إذ ألقت القبض قبل أيام على أبو سن الذي اشتهر بنشر فيديوهات مسيئة على برنامج يونا قبل أن تفرج عنه بكفالة. وللوقوف أكثر على هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض الخبير الأمني اللواء متقاعد محمد حسن العمري. خليني أبتدي معك بس بسؤال نحاول نفهم منه، إيش ممكن التهم اللي توجه لممدوح والعقوبات اللي ممكن تنتظره؟ بسم الله. بالنسبة للشخص هذا اللي اسمه ممدوح الشمري الذي تعرض في سناب شات إلى بعض العبارات المخلة بالآداب والتي تسيء إلى سواء رموز في الدولة أو تسيء إلى بعض الإجراءات، فهذا حكمتها الأنظمة والتعليمات في هذا الخصوص، ولا شك أن هناك مراحل تمر بها هذه الإجراءات وما مرت بشرطة منطقة الرياض من إجراءات من حيث الرصد والبحث والتحري حتى الوصول إلى هذا الشخص والقبض عليه، مهما حاول أنه أو فكر أنه يستطيع أن يتخفى عن أعين رجال الأمن، لكنه وقع في قبضة رجال الأمن في وقت قياسي، الأمر الذي يحتم أن ينظر في موضوعه سواء من جهة التحقيق معي. إيه سمعتك، تفضل. ألو. إيه سمعتك. سواء بعد القبض عليه بحال إلى هيئة التحقيق كما أشار المتحدث بشرطة منطقة الرياض، وسوف يحقق معه وتحدد التهم المنسوبة إليه وتحدد وتكيف العبارات التي استخدمها في سناب شات، وبالتالي تدون إفاداتي وتضبط وتصدق شرعا. هل هي الشرطة بشكل عام بتراقب مواقع التواصل أم أنه مثلا بيقوم شخص بالإبلاغ عن هذه التصرفات؟ كما تعلمين الجهاز الأمني لديه مرحلة في حياته العملية دائما ويمحى مرحلة الترصد ومرحلة التحري ومرحلة البحث، وهذه لا شك الشرطة لها أعين على كل ما يسيء إلى الأمن سواء كان من خلال الأجهزة الإلكترونية أو من غيرها أو من خلال استخدام السناب شات أو غيرها، أي طيب. شيء يخل بالأمن أو يخل برموز الأمن، هذا هناك لدى الشرطة إجراءاتها التي تتخذها. نعم، طيب بحسب خبرتك، يعني إحنا الآن بنتكلم عن شاب عمره 30 سنة، يعني ما هو ولد صغير مثلا مراهق، فهو واعي تماما. هل الحالات اللي سبقوا أن واجهتها كانوا برضو لأشخاص كبار، ولا عادة بتكون الحالات المسيئة مثلا لشباب صغار مراهقين؟ أنت لا تستطيع أن تحددين سن معين لارتكاب مخالفة من المخالفات، قد يرتكبها شخص كبير في السن وقد يرتكبها شخص في صحيح، لكن الأكثر شيوعا الأكثر شيوعا هي ترجع إلى ما دون 25 سنة، لأنه ما بعد 25 يعتبر راشد وعاقل ويتفهم ماذا نتائج ما أقدم عليه، لكن صغار السن بحكم أنهم يتعاملون مع هذه الأجهزة من وراء ستار ومن داخل البيوت ومن سياراتهم، فيتوقعون لا أحد يصل إليهم، وهذا الفكر بشكل عام يجب أن يرافق التوعية للشباب صغار السن كيف يستخدمون هذه الأجهزة وكيف يتوجهون بها إلى التوجه الصحيح الذي يخدم نفسه ويخدم وطنه ويخدم عقله
قبل كل شيء. نعم، بس الجهات الأمنية هل بتواصل مع الأهل قبل إلقاء القبض على مثلا الشخص المسيء، خصوصا إذا بنتكلم على سن المراهقة يعني، فهل يتم التواصل أول مع الأهل ولا على طول بيتم القبض عليه ومن بعدها يتم التواصل مع الأهل؟ أبدا لا يقبض عليه دالما أنه في أقل من سن الرشد، فبالتأكيد أنه القبض عليه أو إجراءات حتى إجراءات البحث عنه والتحري تتم بعد عجز ذوي عن إحضاره للجهات التي تطلبه، والإجراء المباشر يتم مع ولي هذا الشخص حتى يبدي عجزه. ما إذا أبدى عجزه فهناك لدى الشرطة ولدى الجهاز الأمني ما يكفل إحضاره إذا كان يتطلب الأمر إحضاره، أو القبض عليه إذا كان الأمر يتطلب القبض عليه. نعم، نحن بنشكرك على وجودك معنا اليوم. كان معنا من الرياض الخبير الأمني اللواء متقاعد محمد حسن العمري، شكرا لك.